كيفية الوقاية من الهالات السوداء. الهالات السوداء ظاهرة منتشرة جدا وبتحصل تحت العين وبيكون شكلها كده. علشان نمنع الهالات السوداء ديت ونقلل منها ونمنع أثرها، في مقولة مشهورة جدا كلنا بنسمعها كل يوم: الوقاية خير من العلاج. يعني إيه؟ يعني هقول لك كام نصيحة مهمين جدا، وهقول لك كام نصيحة مهمين جدا لو عملتيهم ومشيت بيهم هيمنع عندك ظهور الهالات السوداء، هيقلل ظهور الهالات السوداء بشكل كبير جدا. لو عايزين تعرفوهم كملوا الحلقة للنهاية. معاكم دكتور أحمد خميس، يلا بينا نبدأ الحلقة. وصلت هنا، يبقى انت عايز تعرف الكام نصيحة دول. عشان كده يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وده اجل دعم ممكن تقدمه لنا عشان نستمر في تقديم المحتوى. ويلا بينا نبدأ النصايح. اول نصيحة: النوم. لازم ننام بشكل كافي، والنوم الطبيعي بيكون من 7 ل 8 ساعات كل يوم، ويكون بالليل على الاقل. النوم بشكل كويس ده من اشهر الحاجات اللي بتقلل الموضوع ده، علشان اشهر سبب لحدوث الهالات السوداء زي ما اتكلمنا في الحلقة ديت هو قلة النوم والارهاق والتطبيق. انك تسهر ليلة وليلتين او تنام بالنهار او تنام ساعات قليلة من الليل، ده كده من اشهر الاسباب اللي بتعمل الهالات السوداء. تاني حاجة لازم نعملها: نشرب كمية كبيرة من المية. شرب كمية كبيرة من المية 3 لتر في اليوم ده مهم جدا، علشان المية لما ما نشربهاش بكمية كافية بيحصل جفاف في الجسم، وبتبدأ الهالات السوداء في الظهور بشكل كبير جدا. شرب المية مهم جدا للكلى ولجميع اعضاء الجسم. ثالث نصيحة: الاكل الصحي. لازم ناكل اكل صحي بيحتوي على خضروات وفواكه، ونمنع كل الاكلات السريعة واكلات المطاعم الخارجية والمسبك والحراج. كل الاكلات اللي فيها دهون نمنع منها ونقللها على قد ما نقدر. حاول نزود في الخضروات والفواكه. كل الفواكه والخضروات بتحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن والعناصر اللي الجسم محتاجها علشان يحافظ على نضارة الوجه ويحافظ على الهالات السوداء اللي حوالين العين ويمنعها. كل ده موجود في الخضروات والفواكه، لازم نزود منهم. رابع نصيحة: نمنع التدخين وشرب الكحوليات. التدخين وشرب الكحوليات بيزودوا ظهور علامات الشيخوخة، وكمان بيزودوا الشحوب بتاع اللون، وبيرججوا البشرة بتاعت الجلد، وبيعملوا جفاف، وكمان بيعملوا احتباس للسوائل في الجسم، وبيعملوا مشاكل كتيرة جدا ومخاطر كتيرة جدا اتكلمت عنهم قبل كده في الحلقة اللي هتظهر في الاي ديت، ممكن تتفرجوا عنها. عشان كده لازم نمنع الحاجات. خمسة: بلاش نتعرض لأشعة الشمس بشكل كبير والكميات كبيرة. طيب ليه؟ علشان التعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر قبل فترات طويلة ده بيحفز البشرة ان هي تفرز كمية كبيرة من الميلانين، اللي هو اللي بيدي التصبغ بتاع اللون بتاع الجلد، فهيزود ظهور الهالات السوداء. طيب لو اضطرينا نستخدم واقي للشمس او واقي يحمي البشرة من اشعة الشمس، وخصوصا وقت الظهيرة اللي بتكون الشمس فيها عمودية وحامية، لازم نستخدم واقي شمس يمنع الموضوع ده. ستة: نقلل من الاجهاض والضغط النفسي والعصبي والتوتر والاسترس. لازم نقلل ونحاول نتأقلم مع الوضع الطبيعي ونتعامل معاه بشكل طبيعي، علشان كل العوامل دي بتزود من الهالات السوداء وبتزود من ظهورها بشكل كبير جدا. سبعة: استخدام نظارة شمس كوقاية وحماية لحوالين العين من اشعة الشمس الضارة، علشان ما تزودش الهالات السوداء وتزود من ظهورها. 8. النوم على وسادة عالية. طيب ودي هتعمل ايه؟ دي بتقلل تجمع السوائل تحت العين، وبتمنع التورمات اللي بتحصل والهالات السوداء اللي بتحصل تحت العين. 9. علاج الانيميا. وده مهم جدا جدا، وطبعا زي ما اتكلمت معاكم قبل كده في الحلقة دي اللي قلت فيها اشهر الاسباب اللي بتعمل الهالات السوداء، قلنا ان الانيميا من اشهر الاسباب او العلامات اللي بتعمل الهالات السوداء ونقص الحديد. عشان كده علاجهم ده مهم جدا. من اشهر الحاجات اللي بتعمل هالات سوداء الانيميا ونقص عنصر الحديد في الجسم. لو عالجنا الانيميا واستخدمنا لها الادويه المطلوبه ونقص الحديد، ده هيزود عندنا كميه الدم والاكسجين اللي هتوصل لتحت العين، وهتمنع ظهور الهالات السوداء. وقلنا ان الموضوع ده منتشر جدا بين النساء، علشان بيحصل عندهم الدوره وبيحصل عندهم الولاده، بتفقد كميه كبيره من الدم، وبيكون عندهم نسبه الانيميا قليله 10.5-11 واقل من كده كمان. ده هو اللي بيكون سبب في وجود الهالات السوداء. عشان كده لازم نعالجها بشكل كويس، نحلل تحليل انيميا، نشوف النسبه كام، تاخد العلاج بتاعها المناسب. ومن اكتر الادويه اللي بتستخدم لعلاج الموضوع ده الفيروجلوبين، ده بيستخدم في الهالات السوداء اللي تحت العين مع الكريمات اللي هنتكلم عنهم في حلقه منفصله. عشان كده ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن 10 طرق طبيعيه نعالج بيهم الهالات السوداء في البيت،
زي الخيار وزي غيرها من الوصفات الكويسة جدا اللي هنقول لكم عليها، وموجودة في كل بيت، طرق طبيعية هنستخدمها على عينينا، بتشيل الهالات السوداء وبتقلل من الهالات السوداء. بس طبعا ده حل مؤقت، لازم نعالج السبب الأساسي اللي موجود اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. وبكده هكون وصلت لنهاية الحلقة، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم دكتور أحمد خميس، والسلام عليكم.